هل يجوز تأخير صلاتي الشفع والوتر إلى حين قيام الليل بأن أصلي صلاة الليل ثم أختمها بالشفع والوتر أو أنه يجب الإتيان بها قبل النوم؟ الأفضل أن تصلى صلاة الشفع والوتر آخر الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فالأفضل تأخير الوتر. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل. فالمقصود أن الأفضل في صلاة الوتر أن تجعل آخر الصلوات التي يصليها الإنسان بليله، ومن الأفضل أن يجعلها في آخر الليل، إلا أن الإنسان إذا خشي على نفسه لا يستيقظ قبل الفجر فإنه يصلي صلاة الوتر قبل نومه.